اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في وصفه اليوم. اليوم غادي نصاوبوا واحد لي بتي فور كيجيو غزالين صراحه، كيدوبوا في الفم. الوغ بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 4 كاس سينون بالمعالق، عندي 4 ديال المعالق ديال السكر، 4 المعالق كبار طبعا، وعندي هنايا 5 المعالق ديال الزيت اولا 4 كاس، ودائما القياس بالكاس ديال العنبه. عندي واحد سوكر فانيي، عندي واحد لوفيغ شيميك، عندي هنايا 125 غرام ديال زبده حيوانيه، اي ماركه بدويه سنترال، مهم انا بالنسبه ليا كنستعمل البدويه كتعجبني. وعندي هنا اللوز اللي يعني صهدته شويه في الفران، ماشي حمرته، غير صهدته شويه وطحنته اون بودغ. بالنسبه للدقيق غادي نحتاج تقريبا 400 حتى 500 غرام، وغادي نشوفوا يعني شحال غادي تاخذ معانا. بالنسبه للطريقه، اول حاجه غادي ندير هو انني غنخدم هذه الزبده مع السكر. عندي هنا واحد القريصه ديال الملح باش كنخرجوا يعني لتصحيح الذوق. الزبده ضروري انها تكون بلا تمبيراتور امبيونت ديال الكوزينه صافي. وغندير السكر، فوالا، غنزيد الزيت، لو سكر فاني، وغادي نخلط هاد العناصر حتى يولي عندي يعني واحد الخليط يجي جاري، يعني ان الزبده خصنا نخدموها حتى تذوب لينا. فوالا، صراحه هاد الحلوه كنعقل ان ماما كانت كديرها، داير خديت من عندها لا روسيت، كانت كتحمقني كتعجبني لان فيها واحد المذاق غزال، مقادير ديالها قليله وكتوجد يعني في ساعة، ماشي شي حاجه اللي كتاخذ معنا بزاف الوقت. دابا غادي نبدا ندير طحين شويه بشويه، اللي بغى يضاعف المقادير فهي راه كتخرج كميه كثيره ولا كبيره. غادي يدير نص كاس ديال الزيت، 250 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال السكر، واحد فاني، يعني ما كندوبلوش الفاني. فوالا، زيت شويه، وغادي ندير هاد الخميره. كتكون عندنا لاباط ديالها مرخوفه شويه على لاباط ديال الصابلي، لان مازال غادي نديروا ليها اللوز، ممكن ديروا حتى الكاوكاو الا بغيتوا، ان الوصفه في الاصل كتكون بالكاوكاو، ولكن انا جربتها باللوز عجبتني اكثر من ديال الكاوكاو، داكشي علاش قلت نبارطاجيها معكم. فوالا، غنزيد غير شويه، صافي غادي نجمعها نخليها ترتاح في الثلاجه واحد 30 دقيقه صافي. شفتوا كيفاش كيكون يعني لا تيكستور ديالها كتجي خفيفه. فوالا، خف من لاباط ديال الصابلي. صافي دابا غادي نديرها في واحد الفيلم اليمونتير وغادي نديرها في الثلاجه 30 مينوت ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الطريقه. فوالا، من بعد ما دازت يعني دوك لي 30 مينوت جبدت هاد لاباط ديالي، خليتها طلقات شي شويه. غناخد بلاستيك اولا هذا بابي كويسون، غنفاريني واحد شويه، غادي ننزل فوق منه هاد العجينه ديالي،
فوالا عندي شويه د لافارين حتى من الفوق. انا الصراحه كيعجبني نخدم بالبلاستيك باسكو كيجيني احسن من البابي كويسون. فوالا غادي نبدا نطلق في هذه العجينه هذه على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. هي نورمالمون ليبيسور ديالها ما يكونش بحال الصابلي، يكون شويه غليظ على ديال الصابلي. فوالا الوغ دابا غناخد هاد اللوز هذا ديالي غادي نبدا ندير اللوز هكا. كنحاول انني يعني نغطي البلايصات كاملين. فوالا دابا غادي نطويها، يعني غنجيب هاد لابارتي هادي اللي ما فيها والو غنزلها نطويها بحال هكا على هاد لابارتي هادي. غادي نخدمها عاود الى شاد لافارين. انا كيف ما قلت لكم كتجي لذيذه هذه الحلوه، وهانتوما الطريقه يعني بسيطه بزاف، ما فيهاش شي تعقيدات اولا قوه المقادير سهله. فوالا غنعاود ندير نفس العمليه. صراحه هاد الكاوكاو انا ما غنديروش هاد اللوز باردون انا ما غنديروش كامل، غادي ندير به واحد الوصفه واحده اخرى. فوالا غنعاود نطوي هاد لابارتي هادي بحال هكا. فوالا صافي دابا غادي نقلبها للوسط. وغادي نزيد اللوز من هنا من الفوق. كندير اللوز ويعني بحال كنقرص شي شويه باش كيدخل لي في ديك لاباط. فوالا دابا غادي نقلب عاود هكذا. غادي نطلقها في المره الاخرى. من بعد غادي نقطعوها. الوغ بالنسبه للتقطاع ممكن تقطعوها اون كاري ولا مستطيلات شنو ما بغيتو كيف ما بغيتو يعني ديروا ليها غديروا ليها. انا غادي نقطعها يعني مربعات، قطعوها بالموس اولا قطعوها بشي مرشم عندنا. الحجم ديالها ما تيكونش كبير بزاف وما تيكونش صغير بزاف. وما ننساوش بان منين غادي ندخلوها الفران غادي تطلع معنا شويه لان فيها لا لوفور. ولي بيسور ديالها كما قلت لكم كتكون زايده شويه على ديال الصابلي. فوالا غادي نطلقها ونعاودو نطلقاو باش نشوفو المرحله المواليه. فوالا من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا دابا
غادي نبداو نقطعو فيها. انا حاولت انني نطلقها يعني مستطيله لانني غادي نقطعها غير بالموس. دونك اول حاجه غنحيد هاد الجنيبات هادو بحال هكذا، غنديرها مربعات. انا كيف ما قلت لكم يعني ما نحتاجوش ليها قطاعه، غير بالموس هكا كنديروها مربعات، كندير مربعات يعني قاده مع بعضياتها باش كيجيني الشكل ديال الحلوه مقد. فوالا سهل منها ما كاينش، وصدقوني المذاق كيجي اكثر من لذيذ. فوالا غنحيد هاد لابارتي عاود. دوك لي شوت اللي كيبقاو لينا ما كنعجنوهمش، كنحطو واحد فوق واحد فوالا، وكنعاودو نطلقوهم بالمدلك. بالنسبه للطياب ديالها، انا الفران راني درتو يسخن على 180، من بعد غادي نقص ليه ونخليها طيب بحال الطياب ديال الصابلي، يعني طيب لينا على المهل باش تجي يجي فيها داك لو كروستيان. فوالا يعني ولينا كنحاولوا اننا نديرو حلوات اللي ساهلين، بحكم ان الانسان كيكون خدام كيكون ما عندوش بزاف ديال الوقت، عنده الدراري، دونك كنديرو حلوات يكونوا ساهلين كيوجدوا في ساعه. فوالا نحاول نقاد هادي، دونك سي بون نحاول نقاد هكا باش ناخذ قياس واحد صافي. وعندي اللاطه ديالي يعني في مدهونه، دهنت حتى البابي كويسون لان لا كاليتي ديالو خرجت ليا شويه عيانه. غادي نبدا نهز، من الاحسن انني نهز السباتول. فوالا غنهزها ونزلها في اللاطه. ومنين تطيب نكون عندي واحد طبيسيل اولا سنيوه فيها سكر كلاصي، من الاحسن يكون يعني دو كاليتي باش يلصق لينا على الحلوه. كنخليوها تدفى شويه وكندوزوها في سكر كلاصي وكنقدموها غير بسكر كلاصي، يعني ما كنحتاجوا ليها حتى شي حاجه اخرى. صافي انا غادي نكمل حتى نعمر اللاطه ديالي وندخلها للفران. بالنسبه للكميه فانا كما قلت لكم اللي بغى يعني اكثر من هكا يضاعف الكميه. هذه تقريبا كتخرج ليا 30 حبه اللي بغى مقادير بالحبات في هذا القياس هذا، ما كتشوفوا يعني هي ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره. فوالا ليبيسور ديالها زايده شويه على ديال الصابلي. غنكمل ونعاودو نتلاقاو نشوفو منين بعد ما طيب وندوزو للتزيين. الوغ من بعد ما طيبنا الحلوه كتجي يعني القياس ديال الطياب هو هذا، غير مذهبه ماشي محمره بزاف. صافي غادي نديرها في السكر كلاصي، ممكن حتى نديرو ليها انغوباج بلو شوكولا، مي انا جو بريفير انني نخليها وصفه تقليديه اللي عرفنا زمان بسكر كلاصي. اللي بغى يدير ليها لونغوباج بشوكولا سي بوسيبل. صافي غادي نستمر حتى نكمل يعني هاد الكميه اللي عندي كامله ونتلاقاو في طبق التقديم. اي فوالا، من بعد ما سالينا الحليوه ديالنا كتجي على هذا الشكل. هذا هو القياس اللي خرجت ليا بالضبط بالضبط 35 حبه، لانني يعني ما درتهمش صغارين بزاف كيف ما كتشوفوا. صراحه غادي نقسم معكم وحده كتجي هشيشه ولذيذه. فوالا اي كتحادي فيها صافي كتقسم معاك، كتدوب في اليد قبل الفم كما كنقولوا. الوغ نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، وما تنساوش فحال ديما الا عجبتكم الوصفه انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب انسي كو لي ريزو سوسيو. اي ا تري بيانتو، السلام عليكم.